إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا، فهو أهل الثناء وهو أهل الحمد، فله الحمد في الآخرة والأولى. إخوة الإسلام، إن الله جل وعلا يتصف بالصفات العلى، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فلا يتصف ربنا جل وعلا إلا بالصفات التي تليق به. وصفاته عليا، وأسماؤه حسنى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اتصف ربنا بصفات عديدة وبأسماء مباركة، فمما اتصف به ربنا جل وعلا اتصف بصفة الغيرة. الغيرة الأدلة التي وردت فيها في إثبات صفة الله جل وعلا أدلة متواترة، قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالأدلة عديدة التي وردت في إثبات هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يغار غيرة تليق بجلاله سبحانه، ليست كغيرة المخلوق. ولهذا جاء
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وجاء من حديث أسماء لما كسفت الشمس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل، ما من أحد أغير من الله عز وجل من أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فيا معاشر المسلمين، هذا الرب جل في علاه يتصف بهذه الصفة، بهذه الصفة العظيمة، ومن اتصف بها من المؤمنين فقد وافق الله جل وعلا في هذه الصفة، وهذه الصفة تقوده بزمامها إلى كل خير. ولهذا الذي ليس عنده غيره ليس عنده إيمان، ومن ترحلت من قلبه الغيرة ترحل من قلبه الإيمان. هكذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والغيرة هي حرارة الروح التي تدفع بها البلايا والرزايا. والمسلم يشعر بحياة قلبه، وإلا فقد مات قلبه وعظم الله أجره في قلبه إذ مات. وانظروا إلى أهل الجاهلية، أهل الجاهلية عندهم ما عندهم من الشرك والظلم، وعندهم من القتل والوثنية، لكن هناك صفات ربما تجاوزوا فيها وتعدوا حدودها، ومن هذه الصفات الغيرة. كان الواحد من المشركين ربما دفن ابنته حية خوفا من العار. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا يقتلها أبوها، ولماذا يدفنها ويئدها ويهل عليها التراب، خوفا من العار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. انظر إلى فعله، إنه إن أمسكه وعنده كآبة وحزن، يتوارى من القوم ويختبي من الأصحاب، لأنه بشر بالأنثى. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال بعض العرب: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، ما هي بنعم الولد. الحامل لهم على بغض البنات
وعلى قتل البنات وعلى وعد البنات، الغيرة التي تجاوزت حدودها. وكان بعض أهل الجاهلية إذا ركبت امرأته على ناقة ينحرها ولا يمكن أن تبقى، تجاوز الحدود في هذه الغيرة. وقد قيل لبعضهم: من أحب أصهارك؟ فقال: أحب أصهاري إلي القبر. القبر هو أحب سهر وأفضل سهر. وقد كان بعضهم يشارك أخته ويعطيها الأموال الطائلة من أجل أن يحفظ حرمتها وأن يحفظ لها كرامتها. معاشر المسلمين، وقد كانت هذه الغريزة في أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، السيد المطاع الشجاع، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو وجدت رجلا مع امرأتك، قال: والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي بحده، لا أضربه بصفحته وإنما بحده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. انظر إلى هذا الكلام: الله أغير، لأنا أغير منه، والله جل في علاه هو أغير مني. إذن اتصف ربنا واتصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أغير الخلق على الحرمات، هو أغير الخلق على الحرمات صلوات ربي وسلامه عليه. جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إلى رجل ينظر من خلل الباب إلى بعض حجر نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحك رأسه بمدرى قطعة من الحديد، فجعل النبي يختله، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختله، وقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، لطعنت بها في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. انظروا إلى الغيرة على حرماته صلوات ربي وسلامه عليه. عين تهدر وتطعن وتفقأ وتسيل على الخد وهي ثمينة، ديتها معلومة، لكنها لما حاولت الخيانة أهدر الشارع، أهدر الشارع ثمنها وديتها. اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده المبارك، فزارته أمنا صفية، زارته إلى مسجده وإلى معتكفه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما زارته وتحدث
تحدثت معه وأرادت الانصراف قام معها وانصرف معها. فنظر النبي إلى صحابيين وقد أسرعا فقال: على رسلكم، إنها صفية، إنها صفية. ترك النبي المعتكف وخرج من مسجده صلوات ربي وسلامه عليه حفاظاً على أهله، وردها إلى بيتها وترك العبادة في بيت الله سبحانه وتعالى. ولما خاض المنافقون فيما خاضوا فيه من حادثة الإفك، وولغوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قام النبي على المنبر بعد أن نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، وخطب النبي وقال: إن أناسا قد بلغ أذاهم إلى أهلي، والله ما أعلم على أهلي إلا خيرا. هكذا قام النبي يدافع من على المنبر ويذود عن عرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرض أغلى ما يمتلكه المسلمون، وهو من الضروريات التي قعدها علماء الإسلام، حفظ العرض وحفظ النسب، بل الذي يحافظ على عرضه. إنه قام بجهاد، قام بجهاد، وإن مات مات شهيدا، إن مات وهو يدافع عن عرضه مات شهيدا. جاء عند الإمام أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وفي لفظ: ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. إذن الذود عن العريض وعن العرض إذا مات صاحبه نال منزلة الشهداء. نعم يا معاشر المسلمين، وانظروا إلى ما ذكره ربنا جل في علاه في سورة يوسف عن رجل قال المفسرون هو قليل الغيرة. قال الله جل وعلا: واستبق الباب، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، أي قطع من الأمام، فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. اكتفى بهذه المقالة، اكتفى بها لحكمة يعلمها رب العالمين حفاظا على نبيه يوسف عليه وعلى أبيه وجده الصلاة والسلام. أيها المسلمون، عمر، وما أدراكم ما عمر؟ الذي ملئ بالإيمان
صار مليئا بالإيمان وفر منه الشيطان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء من حديث جابر عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذكرت غيرتك يا عمر، فلم أدخل، لم يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر غيرة عمر، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ ولما تزوج عمر رضي الله عنه عاتكة بنت زيد وهي أخت سعيد بن زيد، شرطت عليه أن تخرج إلى المسجد وأن تصلي فيه، فاختبأ لها عمر وضربها، فلما ضربها رجعت ولم تخرج إلى بيت ربها وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. تغير الناس وبقيت في بيتها، والذي فعل بها هو زوجها عمر رضي الله عنه. ذكر ذلكم الحافظ في الإصابة عليه رحمة الله. المرأة الشريفة القوية، المرأة العفيفة، هي تغار على نفسها قبل أن يغار عليها زوجها، هي تغار. لا يمكن أن تتبرج، أن تخرج سافرة كاشفة تظهر محاسنها وينظر إليها الرجال. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء كانت تصرع وكانت تتكشف، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر، لكن ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امرأة تصرع وتتكشف بدون إرادتها وبدون فعلها، ومع هذا لا ترضى ذلك بنفسها، أتت إلى النبي أن يدعو الله لها وأن تصون نفسها وأن تستر نفسها رضي الله عنها. امرأة جاهلية ربما إذا سقط خمارها من على رأسها بدون رضاها ماذا تصنع وهي جاهلية؟ قال بعض الشعراء: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. هذه غيورة على نفسها، فتناولته واتقتنا باليد، لم تسمح ولم ترضى أن ينظر إليها
إلا من أباح الله جل وعلا له أن ينظر إليها، وعند ذلك فعلت هذه الفعلة التي سطرها التاريخ لهذه الشريفة العفيفة، غطت على وجهها وأخذت الخمار باليد الأخرى فلم ينظر إليها الرجال. بعض المسلمات للأسف للأسف الشديد تظهر مفاتنها. أما تتقي الله؟ يا أمة الله، أنت مسلمة، أين غيرتك على نفسك؟ ما هذا؟ ما هذا السفه وما هذا الطيشان؟ أعرابي، وذكروا ذلك، ذكروا ذلك، نظر إلى رجل وهو ينظر إلى زوجته، طلقها. هذا إفراط. الغيرة الشرعية هي الغيرة في الريبة، أما التي يبغضها الله فهي الغيرة في غير ريبة. نظر إلى رجل وهو ينظر إليها فطلقها، فلاموه على ذلك، فقال: وأترك حبها من غير جرم، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. إذا ولغ، إذا البيت ماذا؟ نعم، قال: وأترك حبها من غير جرم، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه، إذا كان الكلاب ولغن فيه. معاشر المسلمين، انظروا إلى رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحفر معه الخندق، وكان حديث عهد بعرس، وكان يرجع في وسط النهار متفقدا لأهله ينظر حاجتهم، فرجع ذات يوم ووجد امرأته بين البابين، فاستل الرمح وأراد أن يطعنها، فقالت له: لا تفعل، وانظر ما الذي أخرجني. فدخل زوجها ووجد حية، وجد حية فقتلها. الحديث الشاهد: لما رأى زوجته قد خرجت وصارت بين البابين، لم تبرز، وإنما خافت من هذه الحية التي نزلت بها وحلت بها، فاستشار غضبا وتحركت الغيرة في قلبه وتفجرت حتى ظهرت على جوارحه رضي الله تعالى عنه. الذين يعتدون على البيوت ويخرجون المخبأ من البيوت أمر النبي بإخراجهم صلوات ربي وسلامه عليه.
جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء والمترجلات من النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مخنث فأمر بإخراجه، أخرج النبي فلانا وأخرج عمر فلانا. هؤلاء الخبث يخرجون من البيوت حتى لا تفسد. الآن بعض المسلمين يدخل الآلات والقنوات التي تفعل فيه ما لا تفعله الرماح والأسنة، تفسد بيته وتفسد زوجته وتفسد بنته وهو في غفلة. أخرجوهم. وجاء من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها أو كان عندها وفي البيت مخنث، والمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وفي أقواله وأفعاله. أحياناً تكون المسألة جبلية وأحياناً يتكلف ذلك. فقال هذا الرجل لأخي أم سلمة عبد الله ابن عبد الأسد: يا عبد الله، لو فتحتم غدا الطائف أخبرتك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هذا الرجل كان وصافا للنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجه من البيت. أمر النبي وقال: لا يدخلن عليكم هذا، لا يدخل إلى البيوت فهو يهدمها وهو يقضي عليها. فكيف بما هو أشد وبما هو أشر يا معاشر المسلمين؟ الغيرة منزلتها عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمن يغار على المؤمنة، يغار عليها، لا ينظر إليها ولا تحدثه نفسه بما هو أعظم من النظر، إنه يكف جفونه ويغمض عينيه ولا يرضى أن يدنس نظره وأن تبتذل هذه الحرمة. وجاء في صحيح الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها تزوجت بالزبير بن العوام ولم يكن له أرض، وإنما كان له فرس وله ناضح. الشاهد أن النبي أقطعه أرضا، وكانت أسماء رضي الله عنها تذهب وتأتي بعلف الفرس من مسافة بعيدة أكثر من ثلثي فرسخ، وتحمل العلف على رأسها رضي الله عنها. فلقيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه نفر من الأنصار، وكان راكبا على بعيره، فبرك بعيره ودعاها للركوب. قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: فذكرت غيرة الزبير، وكان من أغير الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو
زوج أختها، عائشة هي أختها، لكن ذكرت الزبير وذكرت غيرته فمنعها من أن تركب مع رسول الله وخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رجعت أخبرت الزبير، فقال الزبير: والله لحملك النوى، والله لحملك النوى كان أهون علي من أن تركبي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن سياج الحجاب هي الغيرة، هي أعظم سياج تمنع من الرذائل. ولهذا المسلم الذي يغار على زوجته هو يحبها، فالحب والغيرة للزوجة الحب والغيرة هما وجهان لعملة واحدة، فالذي يغار هو يحب زوجته بصدق وبحق. عثمان رضي الله عنه تزوج بامرأة صالحة بنائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها، فلما دخل عليه الفجرة وأرادوا قتله وحصروه في داره وهو يقرأ القرآن وهو إمام من أئمة البررة رضي الله عنه، ماذا صنعت زوجته نائلة؟ ماذا صنعت؟ نكشت شعرها وغطته بشعرها، فقال: والله لدمي أهون علي من أن يرى القوم شعرك. ثم وصلت إليها السيوف وقطعت من أناملها ما قطعت. انظروا وهو في الموت وهو محصور رضي الله عنه، لأن الغيرة إذا ترحلت ترحل الحجاب والعفاف والحياء، وترحلت الفضائل وبقيت الرذائل. ولهذا قال بعضهم: إذا ضعف القوام ضاع الأقوام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد، من يرضى أن يفتك عرضه أو أن ينال؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. معاشر المسلمين، روى الإمام أحمد بسند يصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا معاشر المسلمين، بلغني أن نساءكم تخرج إلى الأسواق يخالطن العلوج، يخالطن العلوج، ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا غيرة له، لا خير في من لا غيرة له. أيها المسلمون، سورة النور، وما أدراكم ما هذه السورة؟ سورة عظيمة، كل ما فيها فرض، سورة أنزلناها وفرضناها، كم فيها من الحواجز والموانع التي تمنع من الوصول إلى الحرمات ومن الولوء في هذه الأماكن العظيمة الجليلة. الحجاج الظالم من حسناته
ما ذكره المؤرخون رحمهم الله أن امرأة سبيت إلى بلاد الهند، سباها الكفار، فماذا قالت؟ وحجاجاه وحجاجاه، فقال كلمة تفجرت من جميع جوارحه: لبيك لبيك. وأنفق 7 ملايين درهم لإنقاذها وأنقذها. هذه حسنة، هذه غيرة كانت في صدر هذا الرجل. روى البيهقي في الشعب بسند جيد، وذكرها ابن كثير والصمعاني في الأنساب، أن رجلا اختصم مع زوجته في مهرها، وكان مهرها 500 دينار، مبلغ كبير، 500 دينار. فلما جاءت إلى القاضي وجاء الشهود، فأراد الشهود أن ينظروا إليها وأن تسفر عن وجهها، فقال زوجها: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن ننظر أهي هي. قال: لا، ما ادعت علي هي صادقة في ذلك، مهرها علي. فلما علمت الزوجة بغيرة زوجها قالت: هو في حل، هو في حل من هذا المبلغ الكبير. قال البيهقي ونقل عن القاضي: ينبغي أن تكتب هذه في مكارم الأخلاق، فدونها العلماء، دونها العلماء. انظر إلى التنازل، هذا المبلغ الكبير والعظيم من أجل نظرة أبى أن ينظر الأجانب إلى زوجته. إخواني في الله، المسألة خطيرة، ليست سهلة، ليست سهلة وربي، خطيرة جدا، خطيرة. لأننا إن تساهلنا كثر الخبث والشر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباشر المرأة المرأة وأن تصفها لزوجها كأنه ينظر إليها غير على الأعراض. فيا معاشر المسلمين، الانتباه واليقظة، اليقظة، لكن الحذر من الغيرة الزائدة. بعضهم قد يسمع بمثل هذه الأدلة وإذا رأى قريبة له يتصرف تصرفا خاطئا. المقصود من هذا أن نلزم النساء بالحجاب الذي أمر الله تبارك وتعالى به، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فعلنا ذلك وانتبهنا على الريب ونظرنا وتأكدنا ماذا في هذه الوسائل، دخل اللصوص، لصوص الأعراض وسراق الفضيلة، دخلوا إلى البيوت، دخلوا إلى البيوت. فالحذر، الحذر أن نكون كالأنعام السائبة، كالكفرة الذين لا يهتمون بهذه الأمور ولا يرفعون لها رأسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أعراضنا، نسأل الله جل وعلا أن يدفع عن نساء وبنات المسلمين الشر، نسأله جل وعلا أن من أراد بالعفيفات شرا أن يرد كيده وأن يجعل ذلك في نحره.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا أشكر لكم حضوركم، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وأنا أشكر أيضا الشيخ الفاضل أبي الحسن على استضافتي ودعوتنا، فنسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين.